تفضل. اهلا وسهلا، انا متشكر قوي يعني ان على استضافتي لكم، ان انا منظم البطوله دي ومن 89، والحقيقه بطوله 31 دي من اقوى البطولات اللي فيها الفرق كلها متنافسه. السكور بيخلص فرق بونت في اكسترا تايم، في 4 ماتشات اكسترا تايم، وربنا يوفقنا، وان شاء الله النهائي بكره هيبقى بين لبنان وهيبقى بين الفلبين، وربنا يوفق الفريق اللي هيكسب. وعايز اهم حاجه ان الحقيقه لبنان ومصر والفلبين وسوريا كانوا متواجدين بقوه في البطوله. شو رايك بالفرق اللبنانيه اللي هي دايما كانت استاذ عوض يعني نقطه القوه بدوره دبي، ان كان على الصعيد الفني او على الصعيد الجماهيري، ومره جديده عم تكون يعني حاضره بالمباراه النهائيه؟ الحقيقه انا بقول يعني لولا الفرق اللبنانيه بالرياضي والحكمه وبيروت وهوبس، يعني الفرق اللبنانيه دي اللي بتنجح للبطوله، وربنا يحمي لبنان ويرجعها للوضع الطبيعي، وربنا يوفقهم، واحنا بنحب لبنان. شكرا كثير لك، كل التوفيق. شكرا.